تعرفني بإني محامي، بإني نشط مدني سياسي، وبإني عملت شوية تجارب إعلامية. جيل خطأ، جيل متغشش، جيل ما هوش فرحان برشا، جيل ملعون بشكل ما. دونك وعندك أفكار قمعت؟ إني ما تحب تمشي للعبارات القصوية. تأمن الروندة الأولى والثانية والثالثة، أرى 3 سنوات رأى من 2014 ل 2017 ويحاولوا يعديوا القانون وما تعداش. نحن ما أنا كمجموعة وكشعب ما نجحناش في أنه حقه نسب محترمة من الأحلام هذيك، بالعكس هم حاجات رجعنا فيهم حتى أسوأ من اللي كنا. كانت الناس كل تحج الكرتاج تمشي غاديك باش تاخذ بركات والسمع وطاع. باش نحكيه على زوز، كما نحكي لك على يسار وما يقابله من يمين، نحكي لك زاد داخل عائلة اليسار وداخل الطبقة السياسية ما بين صراع جيلين وصلوا أمام السلطة ورمزية السلطة، والناس هذه توهق تخاف ترتجف، وهذه إشكال عند الثوريين. حلفت أنه نحب نجيب له حقه، وكانت من الحاجات اللي خلتني نمشي للمحاماة والفكرة هي جزء من القضايا العادلة وعلى رأسهم قضية شكري. فأول حاجة عملتها بعد ما دخلت للمحاماة هي أني التحقت بهيئة الدفاع على الشهيدين مباشرة. الحاجات الطريفة والغريبة اللي تصير كان في تونس في النظم البرلمانية، الثاني ما عندوش الحق يحكم لحد هما ما نجموش، بعد كي ذلك حكموا بنت أنه الدولة أكبر منهم وأنه الكوستيوم متاع الحكم أكبر منهم. مش نختار قرار سياسي ولا نسأل روحي هكا ساعات بينه وبين روحي غامض عيني ونقول كان جاء مالك حي زعما شنو يقول في هذا. شنو تعلمنا اليوم؟ أنا كنت صعيبة والله جاتي ما فهمتش الكرسي صراحة أصعب